بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله معانا خدعة جديدة مع الأستاذ سلمان. اتفضل يا سلمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل خدعة جميلة جدا، يعني فيها طبعا شوية خفة إيد، شوية تكنيك معين هتتعلمه. إذا اتعلمته هتعرف تعملها بمنتهى البساطة. معانا أربع طيب اتفضل. سبعات، ولا الشخص معانا أربع سبعات وأربع ستات، تمام؟ وادي الأربع سبعات، فرقهم من عادي جدا. تقول له أنا هاخد عندي السبعة الهارت الأحمر والتريفل والدايموند والسبيد، بتنزل السبيد وبتاخد التلات سبعات وتطلع التمانيات بره، الستات بره. عندي سبعتين دول، ودي ما يفرقش الترتيب في أي حاجة. وبتاخد عندي أربع كروت، واحد اتنين تلاتة أربعة، تقول اللي هما ايه، اللي هما الستات، واحد اتنين تلاتة أربع ستات، تمام. باخد ستة أحطها عند السبعة، وباخد سبعة من هنا أحطها عند الستة وأقفل. بس أعمل كده تلاقيهم اتبدلوا، تلاقي الستة اللي دخلت هنا، تلاقي السبعة اللي دخلت هنا بقت ستة، والستة اللي دخلت هنا بقت سبعة. وتوري له، بص، واحد اتنين تلاتة أربع ستات، ودي بقت سبعة. تعد واحد اتنين تلاتة أربع كروت اللي هم أربع ستات، واحد اتنين تلاتة أربع ستات، تحط ستة وتاخد سبعة، تقفل عليهم. بس تعمل كده تلاقي واحد اتنين تلاتة أربع ستات، وتلاقي دي بقت سبعة. واحد اتنين تلاتة أربعة اللي هم واحد اتنين تلاتة أربع ستات، تحط ستة تاخد سبعة، تعمل كده واحد اتنين تلاتة أربع ستات، واحد اتنين تلاتة أربع ستات، ودول بقى أربع سبعات. لا جميلة جدا والله. طب انت إذا عجبتك الخدعة وعايز تشوف الشرح بتاعها، تابعنا في الفيديو الجديد هنشرحها بالتفصيل. فيها تكنيك بسيط، إذا اتعلمته هتعرف تعملها بمنتهى البساطة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خدعة جميلة جدا يا أستاذ سلمان، وإن شاء الله نشوفك كده في خدعة قريبة بإذن الله. إن شاء الله. شكرا ليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويا ريت لو عجبتكم الخدعة إن شاء الله قولوا لنا في الكومنتات، وقولوا لنا إن شاء الله لو كنتوا عايزين تعرفوا الإجابة أو الحل بتاع الحلقة دي. شكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.